طب هيكون مين يعني؟ هو كل اللي قريب منك عقلك هيرفض يشك فيه. انا دلوقتي ما بقتش عايز اعرف هو مين. انا هعرف بطريقتي. المهم البضاعة هتوصل كمان يومين. عاوز عينيك في وسط راسك لحد ما تدخل المخازن. طب واللي حصل في الدار؟ اللي حصل في الدار ده محسوب ومدروس. بيلعبونا، عايزين يوقعونا. طبعا الصلح مش هيدوم اكتر من شهر، شهرين بالكتير. وبعديها ناوي على ايه؟ لازم اعين حد مكان شريف، ولازم اسافر اسوان بسرعه. وبرضه مش ناوي تعرض نفسك على دكتور يا زين؟ انا مش هموت الا على سرير يا سليم. يا اخي حد قال لك موت في مستشفى؟ على سريرك، وهنجيب لك اكبر دكاتره في البلد يدوك. خلينا نشوف اللي في حمانا الاول، وبعدين ندور على روحنا. ربنا يطمنا عليك وعليهم. بالاذن. انا يا سلمى عامله ايه دلوقتي؟ احسن الحمد لله. مامي قاعده معاها من ساعه ما صحيت. ايه ما قالتش عملت كده ليه؟ بتقول ان هي خايفه من اللي حصل، وبعدين مامي بتفكر توديها لدكتور نفساني، بس انا متاكده ان بابي مش هيوافق. طبعا ان شاء الله ربنا يطمنكم عليها. ان شاء الله. بابي عايزني في حاجه، بس انا مش عارفه هو عايز ايه. حاسه ان في حاجه غريبه. كويس. انا كمان كنت عاوزه. عاوزه في ايه؟ عايز نتجوز السنه دي. احنا مش كنا هنتجوز السنه اللي جايه؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. كل الموضوع ان انا ما بقتش قادره ابعد عنك اكتر من كده، ومش هطمن عليكي غير وانت معايا في بيت واحد. عايز اقول لك على حاجه. كل سنه واحنا مع بعض. ايه ده، هو النهارده ايه؟ زي النهارده، عرفنا بعض من سنه. ايه ده، والله العظيم انا اسفه. انا فاكره طبعا، مش ناسيه، بس انت شايف اللي بيحصل. انا عارف، انا بحضر اليوم ده من سنه، وعشان كده جبت لك دي. ايه ده؟ شوفيها. انت بجد عملت كده؟ من اول يوم شفتك فيه وانا عارف ان احنا هنبقى لبعض، فكنت بعمل كل ده عشان اجي ادولك النهارده. حلوين قوي. عجبوكي؟ طبعا. طب شفت الصوره دي؟ ايوه. ازاي الصور دي عندك اصلا؟ ما سبتش حاجه الا لما عملتها. ايه ده، تصدق انا احلى منك بكتير قوي. يا ستي مش قوي يعني. لا والله بهزر معاك، انت احلى حبيبتي. فظيع. شوفي دي بقى. شوفي دي. ايه ده، في حاجه حصل؟ انا ماليش صور في البتاع ده. مش لما تتسرح الاول؟ صح، اتسرح وتعالى نحط لك صوره كبيره قد كده. طب انا يارا وهيرو جايين دلوقتي، اديهم فين؟ ايه ده، دول يابانيين؟ هيقعدوا فين يعني؟ يقعدوا فين؟ في اوضتك. اه صح، يبقى حطوا لي بقى صوره في البتاع ده. في يا رايق؟ عملية كل أسبوع كل أسبوع، العمليات دي بتتم في السر ليه؟ طب يا فتحي خلاص خلاص يا عم بقى، أنا هتصرف، هظبط كل حاجة. اتفضل اتفضل. الباشا الكبير بيرتصنا، بيدخل شحنتين كل شهر، وعايز الشغل يبقى على قد. ودي كان ميعادها إمتى؟ بعد يومين. طلب من فتحي إنه يشتري مخازن باسمه، مش عايز ان المخازن يبقى ليها اي علاقه بزين. حلو قوي الشغل ده. الطلعه دي عندي بقى يا باشا. لا يا باشا خلي بالك، الرايق كده ممكن يتمسك وسره ينكشف. واحنا مالنا ومال الرايق؟ احنا هنوصل المعلومه لاكرم وهو هيتصرف، وهنظبط انها تيجي من مكتب مكافحه المخدرات، وكان فتح رايق هو اللي كان مقصود بيها. طب ومحسن بيه هنعمل معاه ايه؟ ده بقى هنسيب له اكرم، هو هيتصرف معاه، ما تقلقش. الله عليك يا يوسف بيه، تلميذي بجد، المعلم ما حدش يقدر يعلم عليه. تلميذك يا باشا، عن اذنك. اتفضل يا باشا. عبد الله ما ينفعش يشتغل معانا. كل حاجه هتفضل زي ما هي. انا بستلم وفارس بيسلم. يا زكريا، عبد الله ده يبقى ابن عمك. بعدين احنا محتاجين ناس جداد. ثم انه كمان دلوقتي ما ينفعش انت تبقى بتواجه وبتنفذ. انت لازم تبقى بتخلص مع الكبار بس. عبد الله كريه. وكاره الخير لينا يا عمي. هو هيبقى العمدة بعد ما ابوه ربنا يفتكره. بس
بعدين ما انا كده كده بتعامل مع الكبار، ما فيهاش حاجه يعني. وانت موجود يا عمي، انت الخير والبركه. افهمني يا زكريا، انت هتبقى الكبير ولازم تبقى جاهز لده. مين اللي قال اللي انا هبقى كبير؟ امال ايه؟ تفتكر زين هيجيب مين الكبير؟ عبد الله ولا فارس؟ لا يا عمي، فارس ايه؟ لا انا ولا عبد الله ننفع يا زكريا. بصراحه يا عمي انا شايف ان زكريا كلامه صح، يعني على الاقل الفتره دي ما ينفعش ندخله حد مكانه. الله اعلم مين الخاين. وامانه ربنا الرجاله كلها بتحب زكريا وبتحترمه. يا عبد الله والله ما كانت صورتي، وانا قلت لك الف مره قبلك ده، تعال اعمل لك بروفايل على الفيس وانت تشوف بنفسك. فيس ايه ومستجران ايه اللي بتقول عليه ده؟ شايفينه عيل فرفور؟ وبعدين يعني الواد حمداني بيكذب؟ ايوه طبعا بيكذب، حمدان اصلا مش عندي في الفريندز. عارفه يا رجايه، لو عرفت انك نزلت الصوره على الفيس ده ولا حتى الواحده شبهك هكسر التليفون على دماغك، فاهمه؟ يا عبد الله انا عارفه انك بتحبني وبتغير علي، وانا استحاله اعمل لك ده. خير يا عبد الله؟ قاعدين لحالكم ليه؟ خير يا بنت عمتي، وفيها ايه يعني؟ وانا غريب؟ انتوا عشان قعدتوا لكم يومين في مصر خلاص؟ فكرتوا نفسكم اجانب؟ قوم يا بنت يا رجية بدل ما نادم امي تشوف لها صرفة معاكي. خير يا اختي مالك؟ داخلة سخنة علينا كده. معلش يا رجية، عايزين نجيب لها بوي فريندك في صالح كده، ياخدها جنبه في الكابورليه. ما تتلم يا عبد الله. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لا ما نسيتش نفسي يا بنت عمتي. وبعدين ما لهاش لازمة هبة النفس انا بتاعتك دي. نفسيتك طلعت على هدومك. وبعدين انا قاعد في بيت عمتي وبادبي، انا اعرف الاصول زين، ولا هو دي واجب الضيافه يا عيشه؟ ايوه ايوه عاد هو ده واجب الضيافه. بس يا عيشه كفايه عراك، انا ماشيه وسايبها لك خالص، ارتاحي يا اختي. عجبك كده والشلبومه؟ خليكي قاعده كده لوحدك زي قرده قطع، هنسيبها لك مخضره جاتك القرف. أنا منبسط قوي يا أولاد لما بشوفكم مع بعض. الله يخليك يا عمي. وعشان كده بقى أنا عايز أفتح حضرتك في موضوع. موضوع إيه؟ يعني كنت عايز أخلي الفرح السنة دي. بصراحة مش لاقي أي سبب يخليني بعيد عن ياسمين طول الفترة دي. ده خبر كويس قوي. بس زي ما اتفقنا هتعيشوا معانا هنا. اللي تشوفه يا عمي. ممكن اعرف ما كنتش بترد عليا ليه؟ ما كنتش برد وخلاص، ايه اللي حصل يعني؟ يا سلام، ومن امتى بقى ان شاء الله؟ من الصبح. وبعدين ما انا جيت لك اهو، عايز ايه تاني؟ فيك ايه متغير يا زكريا؟ طول عمري كنت بحس باللي هيحصل من قبل ما يحصل. انا حاسس دلوقتي ان اللي هيحصل عمره ما عدى علينا قبل كده. لو اللي متولى عمله ده كان نجح كان هيخلي الناس كلها تروح تقف جنبه، وساعتها كان هيعملوا فينا ألعن من اللي كنا بنعمله فيهم. انت مخبي عليا ايه يا زكريا؟ مش مخبي حاجة. اقول لك ايه، انا جاي تعبان وقرفان وعايز افك. ممكن ممكن ايه يا ابني؟ هو البيت كئيب قوي كده ليه؟ ما انت عارف عمي لسه ميت والدنيا مقلوبة. بس حلو شغل السلاح والاكشن ده. هو انت بتعرف تمسك سلاح يا حازم؟ للاسف لا، بس اخويا زكريا معاه السلاح بتاعه. طب بقول لك ايه، صح، وحوار ان ابوك تاجر سلاح والكلام ده ايه؟ هو فتح فين؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده كلام جرايد. طب بقول لكم ايه، خلاص فكوكم الشغل ده. هو انا ممكن ارول هنا؟ لا طبعا ما ينفعش، انا امي لو دخلت علينا في اي وقت ممكن تبهدلنا. هو انت مش مسيطر هنا خالص يا حازم؟ ده انا بقول لامي قاعده عادي يعني. يا ستي المشكله مش في امي، المشكله في امك انت. وبعدين اهدي علينا كده، الواد لسه جديد. ها ما تزعلش مني يا حازم، بس انا اول ما افتكر اول مره سمكت فيها عملت ايه، بموت من الضحك. عشان اول مره على فكره. بقول لكم ايه بقى، انتوا الحشيش اللي انتوا جايبينه ده افغاني ولا الماني؟ الماني. انت قلت لي ابوك فاتح فين؟ بقول لكم ايه، انا هطلع اراقب الجو بره وانتوا رولوا سجارتين كده بسرعه. لا تعجبني وانت مسيطر يا برو.
محسن بيه، في واحد من المرشدين قال لنا ان زين العطار هيخبي شحنه سلاح جايه له في مخزن من مخازن الرايق. يا سلام، وهو المرشد بتاعك ده بقى عرف منين المعلومات الفظيعه دي؟ معرفش يا فندم، هو مرضيش يكشف عن المصدر عشان خايف، بس انا متحفظ عليه لو سيادتك عايز تستجوبه او اي حاجه. وهو زين العطار ما عندوش مكان في المخازن بتاعته، قام قاعد يدور على مكان في مخازن تانيه. ليه؟ بيبيع مكرونه؟ جري اكرم، ما تتبل شغلك يا ابني بقى، ما تخليش حد يضحك علينا. يا فندم انا متاكد من اللي بقوله. انا متاكد كويس قوي ان انت ما انتش شايف شغلك، كل همك هو زين عطار وبس. رايي بقى ان انت تشوف شغلك يا حبيبي. خد عظه للي حصل يوسف. مع السلامه. الو. ايوه حاج زين، ازيك؟ لا ابدا، بس اللي كنت عامل حسابه حصل. خيبتك في بناتك يا زينب، يعني يا معدله ما كنتش عارفه تتجوزي المنيل صالح لهبل ده؟ مش عارفه انت مش احلى من البت المعصعصه اللي جابها دي؟ ولا لا احنا مش مكتوب علينا نطلع من المخروبه دي ابدا، ولا لينا في الطيب نصيب. ما حبنيش يلا، ما حبنيش اعمل ايه؟ ما انت عارفه الحب ما يتشريش ولا بيتعمل غصب. ده ليه يا اختي؟ وهو هيلاقي احلى منك فين يا بنت زينب؟ انت اللي مش عارفه قيمه نفسك. لكن معلش اقول ايه، انت مش حركه، ما فيكيش كده نفس وروح تعملي حركات عشان تتجوزي. اعمل لك ايه انت غاويه تفضلي كده؟ خليكي قاعده، النبي ما انت رايحه في حته، خليكي لحد ما تمشيش وتعفني جنبي. هو انت ما بتزهقيش ياما من السيره دي؟ عاد ما تهمل البت في حالها. ما انت عايزه دورك، خليني مهملاكي. ده انت عامله لي عله على قلبي انت بالذات. ومالك يا بنت بتكلميني وانت عامله قرفانه كده؟ كانتك مصيبه منك ليها يا عره البنات. انت خلاص ضاقت بيك الدنيا كلها ومش لاقي حد تحبيه غير عبد الله. يا خايبه بحبه ورايدني وهتجوزه. موت بغيظك يا زينب. انت بغيظك يا زينب؟ بقول لك ايه، انا ما اسميش زينب، احترمي نفسك، اسمي اما. ومعلش بكره تقولوا امنا جالت. يا شيخه كانتك خيبه وانت عامله زي ليمونه في بلد قرفان، على طول بتتكلم كده. قومي افتحي لي التلفزيون، قومي فزي هاتي لي برامج التيك توك شوز دي، خلينا احرق دمي زي ما انتوا حارقين. وكاتكم نيله، احنا هنتجوز امتى يا زكريا؟ هي يا ناديه، هو انت كل ما تبسطيني شويه ترجعي وتعكنيني عليا تاني؟ ليه؟ هو سيرة جوازنا بقت عكننا؟ انت عارف احنا بنعمل ايه؟ ولا احنا هنفضل مترافقين كده على طول؟ وانا ايه اللي يخلينا استحمل الوضع ده؟ عشان بتحبيني. وانت كمان بتحبني وما بتحبهاش. نادية، ما تجيبيش سيرتها تاني. ليه بقى؟ هي بنت الملك وانا بنت الخدامة؟ لا فوق، انا نادية الرايق اللي شباب مصر كلهم بيتمنوا النظرة منها. خلينا نبعد عن بعض شوية يا زكريا، وانت ساعتها هترجع لي، بس مش هتلاقيني موجودة، وأنا عارفك أكتر من نفسك، بلاش تضيعني من إيدك أحسن. قال لي تعالي لي البيت عايزة أشوفك. قلت له مش عايزة أعرفك تاني، شتمني. قلت له أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ والله العظيم لأوريك. بعت لي صور زي ما أنت شايف. ما كنتش عارفة أعمل إيه. لقيتني بموت نفسي. وما قلتليش ليه من الاول؟ ما كنتش عارفه افكر يعني. كنت خايفه ولسه خايفه ومش عارفه اعمل ايه. انت الوحيد اللي جريت عليه علي عشان باثق فيه. وعارفه ان انت عمرك ما هتضرني. الواد ده عنده صور تانية غير دي؟ ما اعرفش. امال مين اللي يعرف؟ وازاي اصلا تسمحي له صورك صور زي دي؟ صور زي دي ازاي يا علي؟ احنا كنا بنتقابل بس ما حصلش حاجه. علي انا اختك. تتصدق عليا كده؟ مش هتفرق يا سلمى. الواد ده عنوانه فين؟ هتعمل ايه؟ هتصرف. عم زين لو شاف الصور دي ممكن يقتلك، وانا مش هقدر استحمل حاجه زي دي تحصل. هاتي العنوان. عصيت الامر يا حسن. لا عاش ولا كان ليعصي امرك يا شيخ سلمى. انا بس مش عارف كل حضرتك ايه؟ حقك على راسي. لا
راسي على راسك، الحج حج. تحكم بيتنفذ يا مولانا. الحكم حكم الله، والعقاب عرف، والعرف لازم يتنفذ. مساء الخير. خير يا حاج زين، قلقتني. هو انت بتقلق ابدا يا فتحي؟ خير. كنت عايز اسالك بس على شويه معلومات كده كنت نسيتها في الكوتشينه. كوتشينه؟ اسأل براحتك يا حاج. هو الجوكر بيعمل ايه بالظبط في الكوتشينه؟ ولا اي حاجه. ولا حاجه، ملوش لازمه الا مع غيره. زيك كده بالظبط. خنت بيت العطارين ليه يا رايق؟